حاجة بقى عايز أتكلم عنها، وأنا أعتقدها فيها شيء من حاجة شخصية، يعني مش شخصية تخصني أنا لكن تخص صديق عزيز جدا جدا على قلبي. هو مخرج وفنان ومونتير ومدير تصوير وسكريبت رايتر وسيناريست. هو راجل متعدد المواهب، مخلص جدا جدا لكل ما يقوم به. طبعا نهينا انه ما بين قوسين هو معروف وسط اصحابه ومعارفه واصدقائه واخواته الكتير، لان هو شخص محبوب جدا بخفه ظل مخيفه مذهل يعني. ويمكن انتوا شفتوا كتير من الاعمال بتاعته في الاحتفاليات الكبيره اللي بنتفرج عليها او اللي بنحضرها، ويمكن كان من ابرزها بالمناسبه كانت قادرون باختلاف اللي فاتت. صديقي اخويا احمد ثروت، نجل المطرب والفنان الكبير جدا الاستاذ محمد ثروت. احمد اهو زي ما انتوا شايفين، احمد ده رهيب، كلنا نقول ما شاء الله، حتة ولد مخ كده منور. اتعرض لأزمة صحية صعبة صعبة، هذا الشاب الجميل الرائع يتعرض إلى جلطة، فاتنقل لواحدة من المستشفيات الكبيرة عندنا هنا في محافظة القاهرة في مصر، ودي صورة أحمد في المستشفى. طبعا أنا عرفت الخبر فكدت أن أصاب أنا كمان بالجلطة، لأن أنا أحب أحمد جدا جدا يعني. وبتمنى له من قلبي، أنا طبعا بعت له، دي حاجة العلاقة بتاعت الأخوة والصداقة اللي ما بيننا، وفي نفس الوقت قاعد عمال بتابع الخبر، يا رب يقوم بألف صحة وبألف سلامة. ومعانا على التليفون فناننا ونجمنا الكبير جدا استاذ محمد ثروت. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا يوسف حبيبي، ربنا يخليك. استاذ محمد، يعني اولا طمنا على صحتك وطمنا على صحه ابو حميد والنبي. والله الحمد لله، يعني احمد اتقضينا امبارح و يعني سايب ركب. ايه اللي حصل؟ في المستشفى هو فجاه، هو كان عنده من اسبوعين كده عينه الشمال بترتعش. فامبارح بقى قفلت خالص، وجينا عملنا رنين مغناطيسي وبعدين عملنا عمليه، فبيقولوا ان في مشكله في الشريان بتاثر على العصب الجزء الشمال. فروحنا للمستشفى وابتدوا الدكاتره يعني يتعاملوا مع الحاله من كل احتمالاتها الموجودة في الأشعاعات، وأيضا يعني ممكن تكون نتيجة للبحث بتاعهم. والنهاردة برضو كملنا بقية الفحوصات وهو موجود في المستشفى، أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه من عليه بشيء. هيقوم بألف سلامة ويقوم زي الحصان ويملأ الدنيا صخبا زي ما بيتقال يعني، بإذن الله ما تقلقش. طب الدكاترة آخر حاجة بيقولوها لنا إيه؟ يعني يطمنونا بإيه؟ والله هو بيقول لك ان يعني اعصاب الوجه دي يعني في منتهى الحساسيه، والعين تحديدا كمان. فدي مساله وقت، يعني مساله لازم تتاخد بحق ويعني تؤدى كده. وبيشتغلوا بقى على الحاجات كلها، يعني الالتهاب وعلى ان كان في اي مثلا. طب وقالوا لنا ايه المسببات بتاعه ده؟ يعني هل هي اجهاد زياده عن اللزوم في الشغل؟ وانا عارف احمد يعني، وانا بقول لك من هنا لو سمحت، يعني شغلتنا انت عارف شغله الاعلام والميديا بتبقى على اعصابك. انت قبل برنامجك بتبقى طالع هتواجه الناس وهتواجه ملايين بيتفرجوا عليه، في الكلمه محسوبه والهمسه محسوبه، كل ده على جهازك العصبي، جهاز العصبي جهاز حساس جدا. هو بياخد كل حاجه كده بشكل مكثف، يواصل في العمل لساعات كتيره، وده صعب يعني، مش حلو يعني، مش حلو. صحيح هو مش حلو، بس يعني زي ما نقول كده قدر ولابد منه.
استاذ محمد انا مش عارف اقول لك ايه، بس حقيقي من قلبي ربنا يدي لك الصحه ويدي لاحمد الصحه، اسره جميله ورائعه وكلنا نحبكم وربنا كتب محبتكم في قلوبنا جميعا بصراحه. فباذن الله باذن الله احمد يقوم بالف صحه وبالف سلامه، وباذن الله باذن الله باذن الله هيرجع شغله من غير ما يبقى قاعد طول الوقت 24. لا هو احمد ساعات بيقعد 3 و4 ايام في الشغل بصراحه. ربنا باذن الله باذن الله يقوم بالف صحه وسلامه ويروح البيت بتمام الصحه وبتمام العافيه. الف شكر لفناننا ونجمنا الكبير الاستاذ محمد ثروت، وربنا يدي لك الصحه يا ابو حميد وترجع باذن سلامه باذن الله سبحانه وتعالى بالسلامه على البيت وعلى الشغل، بس بالهدوء على نفسك باذن الله يقوم بالف صحه.